السرية. نرحب بضيفينا من نيويورك ريتشارد روث الخبير الاستراتيجي والديمقراطي، ومن دبي آدم روزفلد الخبير الاستراتيجي الجمهورية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد ريتشارد من نيويورك، ما سبب هذا التشاؤم؟ يعني مؤسسة جالوب تقول إن 90% من المستطلع آرائهم يؤكدون أن العام الحالي هو عام للصراع السياسي. هذا العام هو عام للنزاع لأكثر من سبب. هناك تضخم في الاقتصاد العالمي للجميع. الأهم في هذا البلد بأننا لدينا مجلس النواب يسيطر عليه الجمهوريون، وهذا يعني بأنه سيكون هناك انتقاد كبير للرئيس بايدن كما حدث من قبل الديمقراطيين تجاه ترامب، وسيكون هناك تحقيقات بشأن جو بايدن وهانتر بايدن وما إلى ذلك. 14 وثيقة وجدت في منزله، وهذا بدوره سيؤدي إلى تحقيقات كما حدث مع ترامب. أكثر من 300 وثيقة. عندما ننظر إلى كل هذه الأحداث، من سوء الحظ بأن هذا البلد أصبح مقسم للغاية ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبالتالي هذه جملة مهمة سيد ريتشارد، اسمح لي يعني اشرح لنا ما تعني بهذه الجملة تحديدا. لسوء الحظ أصبح هذا البلد مقسم بين الجمهوريين والديمقراطيين، ما الذي تعني بهذه الجملة؟ بسطها لنا يعني. بالتأكيد، ما أعني أن الكل يصوت للحزب توجهات الحزب. أصبح هناك استقطاب. السبب الرئيسي لأننا نشاهد شبكة تلفزيونية وصحف تدعم كل طرف، وبالتالي حقيقة الأمر هذا الاستقطاب يقودنا إلى أن نؤمن بنفس الشيء الذي نؤمن به مرارا وتكرارا. من هذا سوء حظ لأننا لا ننظر إلى الطرف الآخر، لا نستمع إلى الطرف الآخر، بل نؤمن بقضايانا وندافع عنها. طيب سيد روزفلد من دبي، مثلا سيد روزفلد في ملف الوثائق، مثلا الرئيسان الآن متهمان، يعني توجه لهم الاتهامات، هل نحن أمام حالة من حالات التنافس السياسي الحكومي والمعارضة مثلا يعني، أم بتنا أمام حالة من حالات العداء الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين؟ دعني في البداية أتقدم بالشكر على استضافتي وعلى استضافة ضيفكم المحترم. المحادثة المتعلقة بالوثائق السرية التي كشف عنها سواء في مارلاغو أو في منزل الرئيس بايدن، الشيء الأهم المساءلة. الحكومة الأمريكية تحتاج إلى أن تضمن أن هذه التحقيقات تؤخذ بمحمل الجدية فيما يتعلق بالمواد السرية. هذه نقطة مهمة للغاية. الأمر لا يتعلق بالسياسة ولكن حماية المعلومات السرية. اسمح لي يا سيد آدم، يعني حين تم كشف أمر الوثائق لدى الرئيس ترامب، وجدنا الديمقراطيين يسعون علنا و يعني سرا إلى حبس الرئيس ترامب، إلى اتهامه قضائيا، إلى حرمانه من إعادة الترشح. الآن دارت الدائرة وظهرت وثائق لدى الرئيس بايدن، وجدنا الجمهوريين يسعون إلى محاكمة بايدن، إلى حرمانه من الانتخابات القادمة. هذا هو سؤالي، هل هذا تنافس عادي بين حزبين لكل منهم آراؤه السياسية، أم حالة عداء؟
أقول بأن السؤال الأول: من الشخص الذي ينظر في الدستور والقوانين والمكتب التنفيذي؟ الأهم هو هيئة التصنيف الوثائق لأنها سرية، وأيضا الوكالات الاستخباراتية. نحن نتفهم بأن الرئيس هناك هيئات معنية بتصنيف الوثائق ويتم تمريرها إلى هذه الهيئات. دعونا ننظر إلى القوانين، ربما لا تفهم من قبل الشخص العادي، ولكن الهدف من كل ذلك هو حماية المعلومات السرية. أفترض أن المستشارين القانونيين لن يسمحوا له بحيازة مثل هذه المعلومات السرية إلا في هيئة معنية بهذه الوثائق السرية، ويكون مطالب من الرئيس بعد الانتهاء من ولايته إعادة هذه الوثائق مرة أخرى بموجب القانون. وبالتالي نحتاج إلى أن ننظر بعناية لهذه النصوص. طيب سيد ريتشارد، تقريبا نفس السؤال سيد ريتشارد، هل يبالغ من يقول إن التنافس السياسي بين الحزبين تحول إلى عداء بين كتلتين، الجمهوريين والديمقراطيين، سيما في هذه الأيام؟ يعني لا لا، أعتقد أن ما أن الديمقراطيين تعلموا بأن الرئيس ترامب قد حاز معلومات ذات حساسية وحاولوا مقاضاتها. نفس الأمر بالنسبة للجمهوريين عندما تحدثوا عن هذه الوثائق، فبالتالي لم نكن نحن فقط من قام بهذه المخالفة. ضيفكم تحدث عن حماية المعلومات ذات الحساسية، المشكلة ليست في العثور على هذه الوثائق، المشكلة ما الذي فعلوا عندما عثر على هذه الوثائق. جو بايدن تواصل مع الهيئات وأبلغ بأن لديه الوثائق ويريد أن يتحقق من أنه في وضعية جيدة. دونالد ترامب لم يفعل ذلك. دونالد ترامب ادعى 350 وثيقة ولم يتوجه إلى السلطات والهيئات ولم يطلب تعريف وضعي، ولكن طلب من وزارة العدل استخراج أمر تفتيش للعثور على هذه الوثائق، وبالتالي طلب منه إعادة هذه الوثائق. هذا هو الفارق ما بين الحالتين. لا اسمح لي سيد ريتشارد، هنا كذلك نتحدث عن حالة بعينها، أحدثك عن سياسة، عن خط، عن تحول من تنافس إلى خلاف تحول إلى عداء. يعني مثلا أعطيك مثلا، حين أراد الديمقراطيون أن يحاكموا الرئيس ترامب بأحداث الكابيتل 6 يناير، وجد الجمهوريون فرصة رائعة في الانسحاب من أفغانستان ليحاسبوا بايدن. مثلا فكرة الندية، فكرة هذه بتلك، بعيدا عن المصلحة العامة ربما، هذا هو سؤالي. هذا صحيح، ما يحدث في هذا البلد ليس بالضرورة أن يكون شيء سيء. هذه منافسة ما بين الجمهوريين الذين يريدون السلطة والديمقراطيين يريدون السلطة. ما حدث في عهد إدارة بايدن نفس ما حدث مع ترامب، وبالتالي الكل يستفيد من وضعية الآخر. واحدة بتلك المشكلة أن نقد بايدن وسياساته في أفغانستان ونقد ترامب ليس بالنسبة للسياسات، ولكن ما قام به عندما شجع أناس على أن يقوموا بالدخول إلى مبنى الكابيتول بهذه الطريقة واقتحام المبنى، فهذا يجعل الديمقراطية غير مستقرة. هذا هو قلق الكثيرين. واحدة بتل ربما، لكن الطرف الآخر ينظر إلى الطرف المنافس بطريقة مختلفة. ترامب خرج من الولاية في الوقت الحالي ويقول بأن
هناك حلفاء وهناك بعض المسودات القوانين المتعلقة بالبنية التحتية والتي يسعى الجمهوريون لاتخاذ قرار بشأنها. بدأنا نسير في الاتجاه الصحيح ولكن السير ببطء شديد. سيد روزفلت، مثال آخر يا سيد روزفلت، مثلا أدين أفراد في عائلة ترامب بتهرب ضريبي، الآن يسعى الجمهوريون إلى فتح تحقيق في العلاقات التجارية لابن الرئيس بايدن مثلا، هل هذه أجواء صحية بين حزبين حاكمين في الولايات المتحدة؟ سيد روزفلت، سؤال لسيد روزفلت. سيد ريتشارد لو سمحت، نحتاج أن نضمن بأن هذه هؤلاء الأفراد ليس لديهم الحق في الحصول على امتيازات بشكل ما أو بصورة أخرى. هناك قلق الوصول إلى معلومات بهيئات حكومية والتعامل من بشكل غير مباشر أو من وراء الستار باستغلالا لهذه المعلومات، هذه الاتهامات. إذا ما حدث ذلك فسيكون هناك تحقيقات في هذا الصدد. ربما يكون من الكونغرس ومن الجمهوريين من يتحدث عن جوانب أمنية، أن هذه البيانات قد أسيء استغلالها. فإذا ما حدث بالفعل مراجعة هذه البيانات واتخذ قرار بأن هذه البيانات ألحقت ضرر بشأن ما أو بصورة ما أو لصالح شركات بعينها، فهذا مصدر قلق. نقول بيقين بأن هذا الشخص مدين لأنه استفاد من منصب والده واستغل هذا المنصب بصورة غير قانونية، وبالتالي نحن نحاول أن نحمي آلية التشغيل للدستور الأمريكي وحماية مصالح الشعب الأمريكي بصفة عامة. سيد ريتشارد، مثال آخر، يعني مثال آني، مثال حالي، يعني الآن المفترض أن الكونغرس بيدرس فكرة رفع سقف الدين الحكومي، الجمهوريون يرفضون ذلك تماما. السؤال، هل يرفض الجمهوريون لأسباب سياسية لديهم أم لعدم إنجاح إدارة الديمقراطيين؟ أقول بأن هذا المثال متعلق بهانت بايدن وترامب. إذا ما قام شخص بانتهاك القانون فهذه مخالفة ضد القانون. فيما يتعلق بسقف الدين الأمر مختلف، لأن الجمهوريون والديمقراطيون يعتقدون بأن ذلك سيكون له تبعات عكسية على الاقتصاد في البلاد، وبالتالي هذا اختلاف سياسي. الأمر يختلف عن أن تكون هناك عقوبة إعدام أو معدل التضخم أو أي قضايا أخرى. هذه الأمور تناقش تحت سقف مجلس النواب، ولا أعتقد بأن هذا حدث قد يستغل في الاستقطاب، ولكن هذا الأمر يؤثر على البلد ككل، وبالتالي هناك حرص وعناية فيما يتعلق بمناقشة مثل هذه الأمور. لذلك البعض يتحدث عن استفادة من المناقشة في هذه الموضوعات، بالتالي سيكون هناك مناقشة وتصويت لصالح ما هو أفضل للبلد. هذا الجدل وهذا النقاش جيد. طيب بشكل عام يا سيد ريتشارد، كيف سيكون برأيك شكل الكونغرس الأمريكي لعامين قادمين؟ هذا الأمر مثير للاهتمام. الجمهوريون من المقترح أن يكون هناك موجة حمراء ولم يحدث ذلك لأسباب عدة، من بينها سبب المحاصصة، أيضا الابتعاد عن دونالد ترامب والسياسات الجمهوريين ومعتقدات الجمهوريين. أعتقد بأن ترامب أيضا
قام بشيء مماثل. هناك مجلس للنواب، مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين والمجلس الآخر مع الجمهوريين، وبالتالي من الصعب أن يكون هناك تمرير للتشريعات بأغلبية أقلية في المجلس النواب والعكس في مجلس الشيوخ. بعد انتخابات التجديد كما حدث مع أوباما وترامب وغيرهم، هذا ما يحدث مع بايدن. سيكون من الصعب للديمقراطيين تمرير التشريعات، ولكن أعتقد بأنهم سوف يعملون مع بعضهم البعض، لأن كل طرف يعلم بأن هذه الأغلبية البسيطة لن تحقق أي قرار بأغلبية بسهولة. سيد روزفلت، هذا هو سؤالي الأخير. هناك خط رفيع للغاية سيد روزفلت بين التنافس ربما والعداء، أي ما كانت العلاقة يعني بين الحزبين، هل ما بينهما حاليا أمر يخدم الديمقراطية الأمريكية أم يضرها؟ الغالبية من الشعب الأمريكي يريد الديمقراطية وانتخابات مفتوحة ونزيهة. نرى بأن الأحزاب السياسية تستهدف الطرف المنافس لها، ولم يكن هذا هو الهدف من المؤسسات الديمقراطية. هذا لا يمثل قيمنا ولا فلسفتنا. في الوقت الحالي الأمر لا يدعم الديمقراطية بعيدا عن مبادئ الديمقراطية التي تأسست، عن الدستور والهيئات الديمقراطية التي تحافظ على هذا النظام، وبالتالي ليست هذه هي الديمقراطية التي حاربنا من أجلها. أشكرك من دبي آدم روزفلت الخبير الاستراتيجي الجمهوري، ونشكر ضيفنا من نيويورك ريتشارد روث الخبير الاستراتيجي الديمقراطي. شكرا لكما. إذن انتهت حلقة الليلة من مدار الغد.